الواقع أن المرحلة اللي بدأت الاستعداد للحرب مرحلة يعني دقيقة جدا، شارك فيها الشعب بكل قواته وإمكانياته على مستويات مختلفة. شغلت برامج تجهيز مسرح العمليات وإعداد الدولة للحرب أسبقية متقدمة في الإعداد للمعركة، وبمشاركة 4 وزارات مدنية مختصة. شملت البرامج 4 مجالات حيوية هي النقل والبترول والمية والصحة. أي ملاحظ ذكي، أي رجل مخابرات عسكرية ذكي سيقول لقد بدأ هذا الجيش يتغير، ولقد بدأ هذا الشعب يكون وراء هذا الجيش ليحميه. كان له معنى كبير، جيش رفع رأسه، درب نفسه، واستعاد أهم شيء كرامته. أكتوبر 73، رايات النصر من جيل إلى جيل.